كان زو وليد الفراج اعتقد فيديو لا يمل الاهلاويه مشاهدته. مساء الخير. يعني ايش ترجعها؟ يعني ماذا اقول لتخفيف ما حدث؟ يا اخي المصريين شوي عصبيين يا اخي، الواحد ما يهزرش معاكم. ها انا كنت بمزح بس، يعني بعدين يا اخي نمزح معاكم ثلاثه؟ يا ساتر يا ساتر. لا بنهزر بنهزر فعلا بنهزر، يعني احنا اسفين يعني نتراجع. الاهلي ده حكايه. طب ممكن نلعب مع بعض من غير الاهلي؟ يعني في فكره من غير الاهلي ممكن يعني يكون في حل ان احنا نلعب مع فرق اخرى؟ لازم الاهلي مشكله. القميص الاحمر ده اليوم النسر كذا حلق في سماء جده وفين يوجعك؟ ما تسمع الا وزيو، واحد زيو، اثنين زيو، ثلاثه. بس كويس انها ثلاثه، يعني في تقدم. طيب في تقدم في النتائج. ما تقدر تقول والله المباراه تحكيم تحكيم ايش؟ لا ما مش يعني حتى التحكيم ما مش هتلاقي عذر. اصلا كانت في لعبه مش عارف ايه، ما برضه ما تتلم. فرقه عظيمه، فرقه عظيمه والله. الاهلي فريق عظيم، فريق عظيم. يعني تجيبها كذا توديها كذا تدور لك عذر. فرقه فارقه فارقه. انت جايب بنزيما وكانتي وعبد الله وسعيد ومحمد وكل الشله، ما فيه والله يا اخي. فرقه الاهلي دي فرقه فيها روح، فيها حيويه، فيها حياه. يمكن هذا سر عظمه النادي الاهلي وهالجماهيريه العظيمه اللي موجوده له في مصر وفي الدول العربيه. اليوم جلد الاهلي سدد كل الفواتير، قال لك تعال انت حسابك كام؟ خذ ها 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 وتبس، حط تبس. السؤال اللي يطرح نفسه، ليش الاهلي سواه كل هذا؟ الاهلي انت مين؟ انا الحاضر، انا الماضي، انا مش عارف. خلي الجماهير ترد عليك. شوف ده اشهر واخف دم افيه. يعني 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 هو طبعا اصل انت لما تشوف حد يا استاذ ابراهيم. انا كنت ليله المباراه في على قناة سعودية اللي هي الرسمية بتاعت السعودية الرياضية، وكان معايا طبعا أشقاء. طبعا كل أملهم وتحيزهم أنه يعلي في الاتحاد، وأنا قاعد مش عايز أنجرف وأخش في جدل، لأني فاهم كويس قوي أن الملعب هو اللي بيرد. إن ما ردناش في الملعب كل الكلام اللي بنقوله ده ملوش لازمة. فبقيت قلت له طيب بإذن الله ومش عارف إيه، وإحنا مدركين حجم الدعم اللي الاتحاد فيه، حجم الأمال اللي الاتحاد فيها، حجم المباراة الجميلة اللي عملها قدام ميتلاند ولا اسمها أوكلاند. وعودة حمد الله كان سعداء جدا طبعا شافوه في التمرين، يبقى هيتوجد فول تيم يعني. وحجازي رجع، فبيسألني في الآخر. قلت له أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، نحن نعول على الأهلي بشخصية الأهلي. أنا ماليش دعوة بالمنافس ده مين. لو استطاع الأهلي أن يستحضر الأهلي، يعني لو أهلي عرف يسترد لنا الأهلي اللي أنا عارفه، لا حظوظ كبيرة أوي، لأني عندي من الخبرات والقدرات في حالة أن الأهلي يقدم لنا الأهلي. كل اللي بطلبه أن الأهلي يقدم الأهلي، مش أكتر من كده. اما كل اللي بتقوله انت عندك حق فيه 100% حظوظ الاتحاد و و و وبالارقام، ولكني انا رهاني دائما ان يقدم الاهلي النادي الاهلي. وليد الفراج قال لك جابوا بنزيما وكنت وعبد الله وسعيد وكل الشله، لكن ده الاهلي يا عم. لا يعني وبعدين انت مين؟ ليش الاهلي سوى هذا؟ ده قال لك ممكن تلعبوا معانا من غير الاهلي. خلي بالك من غير ممكن الأهلي. ممكن انت في ماتش الهلال انتوا اللي احنا والهلال بنلعب في ارض محايده. ايوه. نمره اتنين الهلال ممكن يقول زي كده اتخذ على مشامه. ممكن يقول لك بعد الجون الثاني في نقص عددي. الكلام ده كله ممكن يتقال.
ولذلك كان الرهان الاتحاد ياخد بطار الكرة السعودية في هذه المباراة. إذا كان هناك ثأر أنا لا أؤمن بهذا الكلام. رد اعتبار. لكن أنا كنت لامس دي. حجم التوقع وحجم الأمال المعقودة أن يقدم الاتحاد مباراة هو بقى اللي يكسب الأهلي 4 هنا على الأقل. فنبقى كده شفتوا بقى ساعة ما تلعبونا يعني المانشيتات جاهزة. أيوه. كنت أكاد أقرأ المانشيتات قبل إقامة المباراة لو فاز الاتحاد. فقال لك كسبونا 3 هناك تقدم. لكن ما تنسوش انك على ارضك وفول تيم يعني. لا وبعدين قال لك طب مش ممكن انتوا يا مصريين تلعبونا من غير الاهلي؟ ما تبعتوا لنا حد غير الاهلي. انا بقى بيعجبني هذا النوع من الدعابه. مش من الدعابه، من انك انت تاخد الرياضه في سكه الفاني. بلاش الحمقه قوي. ايوه يعني. ايوه. لان هو على فكره هو في النهايه وليد الفراج عضو في النادي الاهلي. على فكره هو مهد لها في اخر حلقة. هو فضل متحامل ويدي كلام يوجع وبعدين قال ايه؟ مصراوي خد بالك. استنى بس. فرحان في الهلال وفرحان في الاتحاد. هو قال جملة ليلة الماتش. قال على كل حال أنا عندي خط رجعة. أيوه. أنا عدو في النادي الأهلي أقدر أقلب. لو الدنيا مشت كده. لما مشيتش زي ما أنا عايز فلما مشيتش قلب. قال لك زو. ده فيديو زو. طيب. الحقيقه المردود الهائل جدا اللي النادي الاهلي اللي عمله، تسمع شهادات لكباتن ونجوم الزمالك، يعني لو الوقت هيبقى فيه متسع هتشوفوا اشرف قاسم وهو بيشيد بالنادي الاهلي لعيبه كبيره وبيدعم امام عاشور وبيهنيه على الفوز، وبعد المباراه في الاستديو بتاع ابو ظبي شوفوا يعني اشرف قاسم عمل ايه مع امام عاشور. شوفوا الكابتن محمود ابو رجيله بعد مباراة الأهلي مع اتحاد جدة، كابتن أبو رجيلة كبير مدربي نادي الزمالك قال لك الأهلي اللي بيعمله ده مشرفنا جدا، وأنا لو الأهلي تأهل للنهائي وخسر أنا هكون أول واحد في استقباله في المطار. وطبعا كابتن فاروق جعفر، كابتن أيمن يونس، كابتن أيمن يونس قال لك الأهلي بيغير المفاهيم بعد الفوز على بنزيما والمجموعة بتاعته، قال لك الأهلي بيغير مفاهيم الكورة. هذه الشهادات يا جماعة حتى وهي بتأتي من كبار نجوم الزمالك ومدربيه رسالة لكل الجماهير العادية، الجماهير اللي هي فعلا فرحتها أن يتعثر الأهلي، انتظارها لكبوة للأهلي. أستاذ إبراهيم ده في الأهلي لما بيعمل حاجة كبيرة إضافة كبيرة للكرة المصرية بالتأكيد. هذه القيمة الحياة وهذا الأداء. عايز تعلق؟ لا ده بعض اليوتيوبرز دلوقتي الزملكاويه، عتات الزملكاويه اللي كنت بتابعهم طول عمري. واحد او اثنين او ثلاثه منهم اشهرهم واحد اسمه اسلام، اصبح الراجل ده من كتر موضوعيته من كتر يعني احتفائه بالاهلي بيتهاجم ليل نهار، بيتهاجم ليل نهار. ها لكن الراجل بيقول لك مش هقدر اغالي ضميري في كل النجاحات اللي بتحصل دي وما اشيدش بيها لان انا عايز الزمالك يبقى كده. صحيح. واحد من هذه النماذج المنصفه كريم حسن شحاته ابن المعلم، شايف الاهلي بيفرح المصريين ازاي؟ نشوفه.